مثلا داعيه وهاي قضيه وياله حبيب الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اصحابه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولاليال أن وحن دون يا هل كلمة أو كوبان إن أن هل كان كإرهده أو كسابسان أرين بريهان سوشال ميديا الإسلام الحمر يو حدنا آد أغسي درايسة وحل إرهده إذا سكت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل أنهم على الحق. هددتك أهل الحق أهي أي كأموسان باطلك دتك باطلك ودي أيا وحي أماليان إني حق كتاقيهين وحا بريهان دنب الصومالي دا كسو نح بدان أيا دد مقع الدينيت كوغن بان أيا وقلب وحي دونان شاقان أيا وحان أركين بريهان فيسبوك يدا aan qolo wadaada ah oo nin aad u amaanaya oo bonboonaya ninkaas maareeytay mar gabayo ku tirinaya ayagoo magaciisa sheegayo Sheikh Bilow waa leeraale oo xataa ku salinayo saliga qaabkii Soomaaliga loo qori jiray ay ku dhex qorayaan maareeytay saliga maareeytay markii ay gabay ku amaaneen ka bacdi gabayga ay ku amaanayaan ayay waxay ku qoreen cibaaradii saliga markii afar Soomaaliga lagu qorayo mathalan ba oo SC and W da ahayd oo kale ama maaragtay saaca wada ahayd Soomaaliga oo kale markala waxaa arkaysaa ayagoo leh waa Sheikh Jilani oo soo noolaaday ama maaragtay soo laabtay ama maaragtay Sheikh Jilani gi weeye laakiin wixii oo dhan waa la iskala yimid. Waxa weeye waxaa jira nin wadaad ah oo gaalkacyo jooga oo hadda dad badan oo dhalinyaro ah ee la rabay inay wax bartaan, inay diinta bartaan, inay ummada iyo dalka iyo dadka u shaqeeyaan la rabay marin habaabin ku wada. Wadaadka sawirkiisa inta soo qaatay ee meel u dhigay ay maaragtay ay masaxanayaan. waxa meesha loo masaxanaya ninkaani waaba nin uu aaminsan yahay inuu Rasuulullaahi Maxamed yahay. Waxaad dhagaysataan hadalkiisa bal dhagaysta. Uu leeyahay waxaa dhinacaygan yaalla Xabiibullaahi Maxamed u fiirso. Meeshaan dhinacayga waxaa fadhiya oo yaalla Xabiibullaahi Maxamed صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه أجمعين. بيان هذا الكاس هذا الكفر يا نقنين من نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيو بكتر كهيا أما صور كهيا مسنين كان أو قرال الكاس أي هوس أو قران تهي شيخ بلو أو حتى صلي أصغو كو قرانيها إيا مجعس شيخ بلو أي كو قران تهي يا نبي محمد ولا ليال وحيالها صدي أن كأمسنه وضدك علوم ده عيس كفير صدام فساد كوا بدن يا وحال أوجه ضد بدن أو أم ضد بدن أو هذا الدي وضجالة أيا وذا دنو عاصه حماضي راعي هدي مرك لقى أمسه وحوي أن سيدنا في النضو كبلابته وأركن مركي أي قصيدة قاضيا oo aayadii qaabkeeda ku qaadayaan yaa ayuha alladiina aamanuu sallu calayhi markay leeyihiin ninkii gacanta ku wada taaganayaan oo ay ku masaxayaan oo ay nabigii ka dhigayaan. inna nabi awla min nafsikum awla hubbu nabi haqqun ala ahli al-ula yaa ayuha alladiina aamanuu sallu سلموا على محمد اللهم عليك يا كرام يا مرونا صلوا عليه وسلم يا ايها الذين
مصطفى يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا على محمد. هذا مركز جعنت أي كت هاجين أو أي كم صحيين أنا جو ما آمن سنين إني كوضا النبي محي كوضا وإسيري لكن هذا أسجع عدي ودات كمشة كهو جانك أه مثلا دعيه وحاجة فضيه وياله حبيب الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وأجمعين وحوي نكاسي وحا وضاهي وفتنو دينت إسلام كسهر جيدة المهاس للي يرضى أه كليتو عن قاب هذا ودعي حر لهين وماشي كسو عرشور ربا دينت إنو كفدنايا إيمان كود أفدنايا وحان سو جيدين يددك للي يرضى يددك علوم دا يددك سومالي دا وإن أهرين تسكهر تغان هدي أي سكهر تغين فدنا داسي إن يسيب بالعرض دونتو معلوم كهر أسجع أمانتي سيودن معلوم كهر وشيخ جيلان يوصل عبتي لهايان مانتنا والنبي الله محمد التابعين برينا هالدور رب إلهي ويوسو استاقيا ولا ليال وداد ليقان أو صوماليا أو شيخ بلو اللي راهده إن أمانتي راهده صور كيسي والنبي الله محمد وفهم كرتان وحا أي أرنتا ستهي وفتنو بلو قدوية وحوية وح أو شكي كوشيرانا ما أهان حكم كيدو إن وفتنة أو دينتي إسلام كاللغو عياريو بلاية يدباتة عصبنا لغو بلاوية أو كوي هورا كدران حلقو هورتاقو أو داتك لده جننكا سايسكا قبطان داتك هادا مانتاي فتنة دي سكومو وكومنا ماش اوچوغي مرح دي سوشال ميديي هي بلدقايو وما دي سوماليات أيو ساسكو فتنين ايا انتاس كلمة داس انتاس ايان ربي inaan ku soo koobo wa fidna ilaah naga qabto allahna soo hanuuniyo xaq ha tuso hadayse soo hanuuneyna allah ummada ka qabto laakin in laga aamuso ma ahan gaar ahaan dadka culimada oo meesha ninkaasi jooga joogan waa in arintaas ka hadlaan oo si cad uga hortagaan wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.